يا معلم حرام عليك، حرام عليك، انت كده ضيعتني من غير نت كتير يا ابراهيم. انا حقي كده وصلني، مشكلتك انت بقى تحلها بمعرفتك. اذا كان على الفوارغ يوم ولا اتنين كده هبعتهم لك. احب على دماغك رجع لي الحاجه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي. واسمع بقى ابراهيم، لو جبت سيرتي ولا سيره حد من صبياني هاذيك اذيه ما شافهاش مخلوق. وافتكر كده واعقل انك لو اتحبست انت سايب مراتك وبناتك لوحدهم، والاذيه ليها الف باب يا ابراهيم. يلا من غير سلام. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ابراهيم عملت ايه؟ ابوس على ايدك يا دكتور، اديني فرصه لحد بكره وانا ارجع الحاج. انت كده عايز تشفتني معاك في المصيبه دي يا ابراهيم؟ انا عشان بحبك اديتك فرصه ترجع الحاجه، لكن انا كده مضطر ابلغ البوليس وهم يتصرفوا. ورياه قدامي، افتح يا ابني، ترمي هنا، تعال شوف صاحبك وحش المنطقه وهات له ميه سريع ونشف من الخضه. طب يا باشا هلبسها بس عشان بردان. تعال في حضن لحمك وانا دفيك. خد بالك منه. ها يا باشا والله العظيم انا ما خدت حاجه، اكيد الواد زلط لما انا دخلت للمريض رجع سرق الحاجه من الدولاب. بقول لك ايه يا ابني، الكلام ده تقوله بكره في النيابه. نيابه ليه بس يا باشا؟ ده انا مظلوم وغلبان والله يا باشا، انا مراتي وعيالي واختي ما لهمش حد في الدنيا دي غيري. بطل شغل مسكنه النسوان ده مش هياكل معايا. ولازمتها يا باشا الكلام ده بقى ونسوان والحاجات دي يا باشا؟ لو مؤاخذه يعني انت بتسخر من ظروف الاجتماعيه. خده يا ابني ارميه في الحجز لحد ما تشوف هنعمل فيه ايه. يا لهوي يا ابراهيم، رحت في ده يا اخويا. وحدي الله يا حاجه، مش كده مش كده. لا اله الا الله، قول ازاي يا حسين؟ ازاي ابراهيم راح في ده؟ مش هينفع كده يا ستي، انا جيت ابلغك علشان تشوفي له محامي كويس. القضيه تقيله ووضع ابراهيم وحش. هو فين دلوقتي يا حسين؟ هو بايت في القسم وبكره هيتعرض على النيابه، عشان كده بقول لك لازم تشوفي له محامي كويس. واجيبه منين المحامي ده؟ انا لا بروح ولا باجي. هو اسم الله على اللي كان شايل الهم كله. اجيبك منين يا ابراهيم تغتني؟ اجيبك منين وانت عايز اللي يغيتك يا اخويا؟ ماما قولي لي ايه رايك؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عقبالك يا حبيبتي. عقبالي ايه؟ لسه بدري قوي عليا، مش ضايق شويه ولا حاجه؟ لا لا ده مظبوط عليك بالشعر. ربنا يحميك يا بنتي ويبعد عنك ولاد الحرام يا رب. بالحق ما عرفتيش باللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مش الحكومه جت خدت الواد حمادة تايسون وبيقولوا الظابط جره في الشارع زي الباقي. احسن والله، ده ظابط جدع. انا مش عارفه الحته هتنضف امتى اصلا. بقول لك ايه، انا هنزل انا بقى عشان اتاخرت. الله، لسه بدري يا بنتي. بدري من عمرك يا ماما، ده الطريق هياخد له معايا يجي ساعتين بالميت. خلاص يا حبيبتي، خدي بالك من نفسك وما تتاخريش. حاضر، هاخد بالي من نفسي، لكن ما تاخريش، ديت صعبه عليا شويه. ده فرح يا ماما. ما مش ضروري تقعدي لاخر الفرح. حبيبتي دي منى صاحبتي، وما ينفعش امشي من نص الفرح، وبعدين بقى انا قلت لك تعالي معايا وانت اللي ما رضيتيش. ما انت عارفه ان انا رجليا وجعاني يا بنتي وما بخرجش. بقول لك ايه، المهم قوي 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 انك تخرجي من الفرح ده
بعريس. عريس يا ست انتي؟ عريس بدل الموكوس اللي ربنا خلصنا منه. هو انا رايحه البت جميلها ولا رايحه عشان اشقط لي عريس؟ الاثنين يا حبيبتي. وبعدين ايه اشقطي دي؟ مش حاسبي على كلامك؟ خلاص يا حاجه احنا اسفين، انا همشي انا بقى عشان اتاخرت. يلا. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله بالسلامه، خلي بالك من نفسك. حاضر. الله ينور عليك يا سليم، ضربه معلم صحيح. بس بصراحة أنا مش موافق على حركات رامبو اللي أنت عملتها دي. يا باشا كان لازم أعمل كده، لو ما كنتش عملت كده الواد ده ما كانش جه. لا 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 لا، دي آخر مرة هسمح لك تطلع مأمورية لوحدك. المرة دي جت سليمة، الله أعلم المرات اللي جاية يحصل فيها إيه. سيب على الله، ربك بيسترها. يا سيدي ونعم بالله، أنا بس مش قادر أفهم أنت ما خدتش قوة معاك ليه؟ على الأقل رتب مع زنات اللي طلع معاك ده. لا ما زنات عامل معايا الواجب، أنا من غيره ما كنتش عارف أعمل حاجة برضه. شرير أنت برضه يا سليم. هتعمل إيه مع الواد دلوقتي؟ مفيش، هنرميه بقى في الحجز لحد ما يترقى النيابه ومع الحرز بتاعه. طب كويس، انا بس عايزك تكتب محضر ما يخرش الميه. الواد ده فلوسه كتير، يقدر يقوم لك بدل المحامي 10. مش عايزين محامي سكه من اللي معاه دول يطلع لك اي ثغره في المحضر وتعبك يروح بلاش. لا ما تقلقش يا باشا، عايز بطولك ظبط حلو. تمام، ربنا يوفقك. طيب الحق معاد انا بقى. على فين ساعتك؟ الله، تلحقت تنسى ولا يا سليم؟ مش قال لك فرح اخويا بكره لازم اسافر البلد؟ وبعدين ما تقلقش، انا اتصلت مع الباشا المأمور انك هتبقى مكانه لغايه ما ارجع. ها؟ معلش يا سليم بتقل عليك. لا يا باشا خالص. وبعدين يعني يا مصر وقفت عليا. لا سيب بصل عليا. أهم حاجة دلوقتي أخو سعادتك يرفع راس الدخل. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. أه بقول لك إيه؟ الدولاب ده فيه البطانية بتاعتي الشخصية، ها؟ لو احتجت تغطى بيها الاسم بيبقى برد بالليل. التلاجة دي فيها عصاير، فاكهة، أكل، عيش حياتك. تمام ما تقلقش، واغسل رجلي واشرب اللبن قبل ما أنام. سلام يا باشا. سلام يا سليم. ألف مبروك يا باشا. يا جدع ما تبقاش حمار امار، قلت لك عليها الطلاق خدني على مشامه ما لحقتش اكلمك. والعمل؟ العمل عمل ربنا. انا قلت اعدي عليك اشوفك محتاج حاجه كده قبل ما اروح. احتاج منك ايه يابا؟ انا ماليش في الحبسه دي يا زناتي. انا لازم اطلع من هنا. ربنا يسهل. ولازم اخد حقي من ابن ليرما ده. ومن سمعك. بس اهدى انت كده وروق وخد بالك من نفسك. تبات نار تصبح رماد ليها رب يعدلها. على حق يابا. السلامة وحش. اخفى عليك يا سيدي. يعني الواد ده دلوقتي لو كان ضربك بالنار بجد كنا احنا هنتصرف ازاي؟ انا تمام يا حبيبتي ما تخافيش، ما فيهاش حاجة، انا زي الفل. لا صوتي تمام، عايز انام بس والله ما فيش حاجة. انت تمام، امك تمام؟ ماشي. خلي بالكم نفسكم. لا إله إلا الله. سلام. متأخر كده يا بطة؟ ابعد عني يا تامر، مش وقتك على المتر. يا بنتي انا الحق علينا واطمن عليكي. خليك في حالك. ماشي يا ستي، خليني في حالي. اركبي بقى عشان اوصلك. شكرا. يا بنتي بلاش جنان، ما انت شايفه الجو عامل ازاي. وبعدين المنطقه بتاعتنا مليانه عيال شمال، وانا اللي هقول لك حد يتعرض لك كده ولا كده؟ وبص هتبقى من نايبه. تعالي بقى وانت صاروخ كده باللي انت لابساه ده. والله وانت بقى ان شاء الله الله تحافظ عليا من عيال الشمال. كنت حاسس عليا من نفسك الاول، ولما انت رايحه وجاي بتسقم عليا. اعمل ايه يا بت؟ الاخر انا هموت عليكي. بت ما بت، بقول لك ايه؟ خد العربيه اللي امك جايبها لك وامشي من هنا، وده لو عايز تتغير تدخل المقصر يتفرج. علي النعمه، موجود في طالعك الحامي ده، عارفه؟ خربشتك دي ممكن تخلينا نعمل احلى شغل مع بعض. ده ليه؟ لا ده ابو حيوان. خويا انا بس لما اقول لك.